تصنيع الطرح للمحجبات، ما هي حكم تصنيعها لا بأس بكل ذلك؟ ولا يلزم أن تقتصر في تصنيعك على الزي الشرعي الأصل يعني الذي لا ينخرم، بل ممكن تصنع ما يلبسه العوام ولكن لا تزيد الشارع فسادا. ودلل على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتته حلة سيراء من حرير، فقال عمر: يا رسول الله، خذ هذه الحلة تجمل بها للوفود والأعياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر في اليوم التالي، فحزن عمر وقال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتكسوها لتبيعها أخاك. إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها أخاك. فجوز بيعها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها لا يلبسها من لا خلاق لهم.